ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. في كتاب الفتن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال المصنف حدثنا باب قول النبي الفتنة من قبل المشرق، حدثنا علي بن عبد الأخير ختام الباب. نعم، قال حدثنا إسحاق الوسطي، حدثنا خلف عن بيان عن وابراء بن عبد الرحمن عن سيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فقال هل تدري ما فتنة؟ سكلتك أمك، إنما كان محمد يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم في فتنة وليس قتالكم على الملك. نعم، طيب إن شاء الله نتكلم في هذه المسألة يعني بعد الظهر، وأحد يذكرني بالحديث بنص الحديث، والكلام هنا على جمل وصفين، لأنه قال قاتل النبي حتى تنتهي الفتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. وفيه أنه قال أرأيت القتال، يعني القتال الدائر بين علي ومعاوية، قال أما قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال يا هذا قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. وهذه معناها أنه يقول الحذر، كل الحذر من القتال في الفتنة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة وقال من باع السلاح في الفتنة فليس منا. وأيضا القتال في الفتنة فيها إزهاق أرواح المؤمنين دون أن يدري القاتل فيما قاتل والمقتول فيما قتل. فلذلك نقول مسألة القتال في الفتنة والكف عنها هذا هو الأصل، الأصل الكف عن قتال الفتنة كما فعل أبي موسى الأشعري وابن عمر وفعل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. الصوت في التليجرام يا عم شيل وحط واعملهم خلاص اتحقق بشي، شوف الصوت الآن. طيب يرى التليجرام الآن. فأقول إخوتي الكرام في هذه المسألة مسألة عظيمة، في مسألة القتال والكف عنه، الغالب أن الفتنة لابد أن تقعد في بيتك، فلتجلس في بيتك وتبكي على خطيئتك وتتخذ سيفا من خشب، وقيل تكسر سيفك، وإن قتلت فأنت عبد الله المقتول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن كخير ابن آدم، يعني كن عبد الله المقتول. هذا في الفتنة التي لم يظهر فيها الحق، هذا يكون صحيحا جدا في الفتنة التي لم يظهر فيها الحق، والفتنة التي ظهر فيها الحق وجب أن تكون مع الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح عمار بن ياسر قال ما كان الحق في مكان إلا كان فيه عمار، وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وهنا هي فئة باغية لأنها اجتهدت وأخطأت والحق كان مع علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلنا بصحة الحديث إن ابني هذا سعيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ثم قال تنبت نبتة يعني من الخوارج فيقتلها أولى الطائفتين بالحق. قف عند هذا، ماذا قال هو؟ أولى الطائفتين بالحق، ما قال الحق محض الحق معه، يعني هؤلاء معهم حق وهؤلاء معهم، أولى الطائفتين بالحق. فلما قال أولى الطائفتين بالحق في هذا الباب فقال أولى الطائفتين بالحق، فإذا ظهر الحق وجب أن تكون معه. ولذلك ابن عمر بكى وعائشة وغيرهم من المؤمنين الذين لم يقاتلوا معه علي بن أبي طالب عندما قتل الخوارج واستخرج منهم ذا السدية، وهذا تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فخر علي ساجدا فقام ابن عمر يبكي وقال الحق كان مع ابن عمر، وعائشة قالت ما بيني وبين ابن عمر الحق كان مع علي، فقامت عائشة قالت يعني ليس بيني وبينه إلا بين الأحماء من بعضهم لبعض، والحق كان معه، والحق كان معه. فالمسألة عظيمة في هذا الباب، وليست بالهينة في أن نقول الفتنة لا تقل في الفتنة. تفضل شيخ. لا تقل بأن الفتنة الكف فيها هو الأصل أو هو الحق اللازم. نقول نعم الغالب والأصل أن في الفتنة لابد من التجنب، من سمع بالدجال فلينأ عنه، والفتنة هلاكة، من استشرفها أهلكته. لكن قلنا في بعض الفتن قد يظهر فيها الحق من الباطل، ولذلك قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
قال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. إذن أنت هنا فيها أكثر من فهم للمعنى هنا. وش علام المحدث؟ إبراهيم الأول، نبدأ ببركة إبراهيم. نعم ماشي، جزاك الله خير، حياكم الله بياكم معاذ، أحسن الله عليك. نعم، قول سبحانه في بغت هذا دليل على أن ظهر الحق. نقول إذا هناك دلالة على أن الحق واحد منهما وفيه قرائن قد ظهرت، فإن بغت إحداهما أنت لا تدري أنها بغت إلا بدلائل وحقائق أنها باغية. ما أنت لا يمكن أن تقاتل على الشك. نحن نقول لك أصلا لا تصلي على الشك، لا تأكل على الشك في الصيام وفي الصلاة فتقتل على الشك، لا يمكن. يبقى دي معناها أنه غلب على الظن من القرائن ظهور الحق عند من له الحق، ظهور الحق عندما له الحق. نعم، وهنا قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى، وهنا القتال أيضا يكون مع الذي ظهر على الحق، والقتال مؤقت ليس على الديمومة، والقتال ليس مقصودا لذاته بحال، حتى قتال الكفار ليس مقصودا لذاته، حتى قتال الكفار ليس مقصودا لذاته، فكيف بالمؤمنين؟ ولذلك الخوارج لا يجوز ظلمهم، ولا يجوز التعدي عليهم، ولا الزيادة عن عقابهم، لأن الله وقت حتى قتالهم، وقت قتالهم بإيش؟ وقت. وش هو الوقت معلمة؟ يا ابني لما تجلس في العلم ما تجلس سرحان، اجلس متيقظ. أما أنت أما ليه؟ ما أنت فيه بقى؟ إيه؟ طب خلاص أين أنت بقى؟ مش عارف الدليل. الأمر مش معناه أنك مش فاهم الدليل يبقى سرحان. لا، لو مش سرحان تقف تقول أنا عايز أفهم. يبقى انت جالس يا سرحان يا مش فاهم، وقاعد على انك مش فاهم فساكت. في الحالتين فين الثمره يا ماجد؟ الحياء ما يضيع العلم، والكبر يضيع العلم. نعم دكتور، في التوقيت هنا قال حتى تفيء الأمر الله. يبقى المسألة مؤقتة غير مؤقتة. من الفيئة أن يترك ما هو عليه، من الفيئة أن يقول تراجعت، من الفيئة أن يندم، اجعلها سبع حبيب، من الفيئة أن يجعلها أن يندم عليها ويظهر الندم، هذا كله من الفيئة. طب وإذا فاء؟ إذا فاء لابد أن يترك كلية، إذا فاء لابد أن يترك كلية، وهذا الأصل أصيل. ده ديننا، وهذا ديننا، وهذا شرعنا، وهذا العدل في التعامل مع من بغى ومع من ضل فكره ومع من حاد عن الطريق. فلذلك قال نحن نقاتل حتى قاتلنا مع رسول الله حتى لا تكون فتنة. أي فتنة؟ فتنة الشرك. وهنا يقول وتقاتلون حتى يكون الأمر فيه فتنة، يعني أصلا. وهل لأن إسالة دماء المؤمنين أعظم الفتن على الإطلاق، وهذه علامة من علامات الساعة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العلم ويظهر الجهل، ها 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 ها، يرفع العلم ويظهر الجهل، ها، ولا ويظهر الهرج. قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل الهرج بغرة الحبشة، القتل. الله ينفع بكم يا رب، يحفظكم لكم خير الجزاء. أما الفوائد المستنبطة من هذه الحديث، الفتنة نحو المشرق. وحقيقة الأمر الفتن تأتي تطرى من العراق، ليست هزة نجيك، ده هجوم يجيك من العراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يفترق الناس إلى أجناد ثلاثة: جند باليمن، وجند بالشام، وجند بالعراق. عليك بجند الشام، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وأيضا المقتل العظمى تكون في الغوطة في الشام.
فقال عليكم بجند الشام وإلا فجند اليمن، واليمن الآن معترك دامي بين الحوثيين وبين الزايديين، والزايديين خلاص صاروا حوثيين، صاروا رافض كلهم وأهل السنة. إشكال كل إشكال في هذا الباب أن أهل السنة هناك في اليمن لا يميلون أهل السنة، يميلون للزايديين، يقول يعني ويذكرون أهل السنة بشر. ما أدري ما الذي عندهم، ما 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 أنا ما أعرف البلد إيش فيها، لكن المشكلة الحوثيون كفر أصلا، الحوثيون رافض كفر. كل ما تقول هنا المسألة غير مفهومة. أنا أقول لك نعل واحد فاسق فاجر موحد بملء الأرض من الكفرة، جيب لي بقى كافر، كافر أصحاب أخلاق سامية، كافر كريم، كافر جواد، كافر كافر يقري الضيف، كافر يعدل في القضية، كل هؤلاء نعل الموحد بألف منهم. يقول لك شوف الوهابين، شوف التفرقة العنصرية، شوف. يا رجل هذا الكافر بيشتم الله للنهار، ترى منه هذه الأشياء أشياء دنيوية أصلا، يشتم الله للنهار أصلا. الكافر بعدد أنفاسي بيسب ربك بيشتمه، والقوم لا يفقهون، لا يعرفون. هم بيسموها ايديولوجيات، ايديولوجيات التعامل. فرق انك تتعامل بادب، فرق انك تتعامل ببر، ها ان تبروهم وان تقصد، وفرق ان تعرف ان هذا الرجل عدو الله جل في علاه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون ها من حد الله ورسوله. من الذي يقول ماذا عن جند مصر؟ ماذا الذي قال؟ إيه ما إيه جند مصر في إيش؟ إيه الكلمة العجمية التي دخلت هذه؟ اسمه إيه في اللغة؟ اسمه إيه؟ الاعتراض ها؟ جملة اعتراضية؟ لا اسمه صوت ساجد. ساجز ها؟ يعني والله أنا لا أفهم ما الذي أدخل مصر في الموضوع؟ ايوه جند الشام ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. روح بقى انت للنبي قول له فين جند مصر. روح اللي من تونس يقول لك فين تونس، واللي ليه يقول لك فين ليبيا، والعراق بس العراق ذكر خلاص، وذكر لك فر منه فراق من الاسد. سامحنا شيخ، المساله حديث نبوي مش من عندنا احنا. الاخ هو سال، هو هزيم الرعد، الاخ بتاع الرعد بيقول لي وليه بقى العراق والشام يعني ليه يعني هي عنصريه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم الى ذلك. اما ان اردت ان تعرف عن جند مصر، جند مصر هم الذين ردوا التتار، جند مصر هم الذين ردوا الصليبيين، جند مصر هم الذين كسروا انف اليهود، ولله الحمد والمن، وان شاء الله جند مصر يكونون من جند الشام باذن الله. فأقول أختي أخواتي الكرام في هذا الباب الفؤاد المستنبطة، جند الشام وجند العراق الفتنة نحو المشرق حين يطلع قرن الشيطان. طب لماذا لم تكن من الصباح يعني؟ تفضل. وجوب تجنب الفتن. بالفتن خسارة الدين وهلاك الدنيا. شيخ قلنا الناس أصلا مسألة تفكير في الخروج عن عوات الأمور اصلا اهلاك للدنيا قبل اللي هم بيحبوها، اللي الدنيا اللي يريدونها. التفكير في خروج ولاه الامور اهلاك للدنيا قبل ان يكون خساره في الدين، وهو سبيل لخساره الدين. والاشكال ان يضل من يضل ويحسب انه على ايه؟ على الطريق. لا نجاة من الفتن الا بالعلماء. طبعا بالله، اولا والله سبب أسباب للنجاة، لأن المسببات منوطة بالأسباب، وجعل أسبابها العلماء. فوائد شعب الإيمان. طيب، إطلاق البصر حد الزنا، إطلاق البصر حد الزنا.
قاعدة سد الذرائع وهي من أهم قواعد الإسلام، ودي من الأصول السلفية التي يتكلم عنها المالكية. ما زال المرء في فسحة من دينه ما لم يقع في كبيرة. اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا يا رب. طيب، إلى البخاري: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. قال يصدق والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كتب يا ابن مستمع كتب على آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزنها النظر، اللسان يزني وزنها الكلام، الفم يزني وزنها القبل، اليد يزني وزنها البطش، الرجل تزني وزنها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هو الفرج هو دائرة الأمر، فهو في فسحة من ديني من نظرة من كلمة، في كل ذلك إذا استغفر إذا توضأ إذا صلى كل ذلك مغفور له. وهذه المسائل مسائل عظيمة جدا لأنها بتظهر لك الصادق المخلص من المنافق. لأنه أنت أصلا كما قلت لك المواقف خلاقة تظهر البواطن. قد تقع في شيء يراه غيرك، إما يراه قدرا من الله أو يراه إيش متجسسا، وفي الحالتين تنظر فعله لك عشان تعلم قدره. قد يعيرك ويهددك بما أنت فيه من نقص. ده فعل من؟ فعل من؟ نقص المنافق. هذا نفاق، دي يدل على أن في داخل في قلبه نفاق. لما يلوح لك أو يهددك أو يعيرك بالمعصية، طبعا هذا التعيير أعظم شيء لأنه انتهى أمره. الله تعالى جره ليعيرك أو يهددك عشان يوقعه في ذلك، لن يموت حتى يقع في هذا. وأيضا أظهر بفعل إيش؟ نفاقه، لأن الله قال يلمزون المتطوعين، فهو المنافقون ينتظرون يريدون ذلك. وإن لم يأتوا وإن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى شيء أتوا أي شيء. المهم أنهم يريدون التنقيص منك أو التشويش عليك في هذا الباب. وقلت كل ذلك في محل الإيه؟ المغفرة من وضوء الوضوء، من وضوء الوضوء. لكن الأغبياء لا يفهمون. وأيضا الله تعالى يجرهم في ذلك جرا من أجل أن يظهر خبث النفس في الداخل ليعيقهم بعد ذلك ويعاتبهم ويعاقبهم، بل ومن العقوبة يقعون في مثل ما عيروا به. لكن شوف ابن عباس يقول: ما أعجبني مما قال وأسعدني مما قال مش أبو هريرة عندما قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمم، قال القبلة والضمة من اللمم. طب وإيش فائدتها؟ فائدتها أنه عرفك اللمم فقط، تلاقي فوائد كثيرة جدا. إيش هي بقى ملهم الفائد؟ يا رب يا رب يا رب. أنا مبتلى بالنائمين والسائحين والسكارة والحيارة والمساطيل. تفضل حبيبة، أنا أتي بالأسهار أفضل عشان يعني أن الأمر أنف ونشوف أن الأمر يعرف كيف نعم. ثلاث فوائد لكن هات الفائدتين. أن ما استعظمه الناس لا يكون عظيما في آخر الأمر إلا إذا استعظمه الشرع. هنا العظيم ما عظمه الشرع، والأمر الثاني جهل الناس وسفه الناس. عظموا النظرة، إيه ده بيبص يعني طلعت عليها، والتاني عمال يحلف غير لا يرفع لها ولا تحرك ولا يحرك ساكنا، ويقول المسألة فيها خلاف يا رجل، ما فيش فاهم هذا الباب. وذن يذبح لديك ها، أو يأتي بديك يذبحه للجن ويقول لك بلاش زار، اذبحه بلاش زار. فشرك ولا يعتنون به ولا يفهمون فيه. ولذلك انت ترى واحد اصلا كان الخارجي يقول لك يستعمل الهندي. طب ليه بتستعمل الهندي يا عم؟ ما انت عندك المسلم ميت نايم في الشارع ومسلم موحد. يقول لك فيه فوائد ثلاثة: الهندي صم بكم، يعني بابا ما في كلام، بابا انا لا ارى لا اسمع، يعني اي حاجة بتحدث بابا ما في، انا لست حيا. وطبعا العربي لا ما في، ولا ده اذا كان مصريا فاياك ثم اياك، لسانه اطاح بالمحيط فهم واستعذبه وشرى كانها بحيره طبريه ياجوج وماجوج لسانه لا لا وبعدين الهندي
الهندي تعطي ربع الراتب يقول ما هذا أنا في ثراء أنا في غنى، وأما المصري أو غيره تعطيه خمس أضعاف يقول لك إيه شوية البخلة دول، إيه اللي بتعملوه فين؟ فأقول لك أنا أوجع راسي. والتاني أصلا الهندي شغاله للنهار يقول لك أنت بتريحني ليه، أنا أريد عمل بابا أريد عمل. ما المصري بيشتغل ساعة وارتاح ثلاثة، والسوداني ما بيشتغلش خالص نايم ويقول لك ده ظلمني ما بيخلينيش أرتاح، مش نايم على جنب واحد بس، السوداني أكتر زول. أين الزول؟ صحيح ولا لا؟ أجل السوداني نايم تعبان في نومته يقول لك بابا هذا أهلكني يا أخي، ما تخلنيش أنام على 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 جنب واحد. حتى أنهم قالوا نكتوا بذلك، قالوا أن في سوداني يعمل عند رجل صاحب مفروشات، فقط هو إعلان ينام على المفروشات ويعمل إعلان عليها، فقال له ما فيش يوم أجازة. فيحصل هذا الثوب العظيم أبو جبين، جيب قدام وجيب وراء، هذا أفضل شيء يدل على ذلك. ليش؟ لأنه لو لبسه بيكسل يغيره، فيقول لك أهو على الجنبين ماشي، يعني الجيب هنا والجيب هنا ما في مشاكل. تعرف والمهدي أيضا من أجل الركون، لأن كل الناس سكت حتى يظهر المهدي. في المدارس الشيخ المشكلة انه كان ارسل 100 جندي الى مصر عشان يحرر مصر، عشان يحرر مصر منين؟ من الاغريق ولا لا؟ ما عطشا بالشارع. والله مشكلة، انا قريب مش بعيد. لكن أقول إخوتي الكرام في هذا الباب، الموحد بألف كافر، حتى لو أخذ مالك يا أخي، حتى لو أخذ منك خمسة أضعاف، لا تجعل مسألة على الدنيا، اجعل مسألة على الدين، وقس الناس بالدين في هذا الباب. كما قلت عندما يقول إلا لمم، اللمم دي معناها إيش؟ معناها فوائد. أولا مسألة الاستعظام مع عظمه الشرع، وأنتم خالفتم الشرع باستعظام أمر، قد يكون استغفر الله انتهى الأمر، حتى لو كان في هذا الأمر وبعده قال ماذا فعلت استغفر الله محيت من الصحيفة، لكن هذا حقد القلوب والنفاق في القلب هو الذي يجعل هذا الأمر. فقال لذلك ابن عباس وش قال؟ ما أسعدني بما قال، كبار يعرضون اللي فيه أهواء في القلب تحركه، أهواء، ودي مشكلة. هوى القلب أعظم معصية مما يتصوره الإنسان، أعظم من الكبائر، وحقد القلوب والنفاق طبعا. فأنت لابد أن تعلم هذه المسألة. شوف قال إلا اللمم، فجعل اللمم هذه أول شيء فيها الاستعظام، استعظام الشرع، ما استعظمه الشرع. الأمر الثاني أنها سبيل للمغفرة وإن لم يستغفر، يعني هذه لها سبيل للمغفرة وإن لم يستغفر. ويش ها الدليل؟ ظاهر جدا يا إبراهيم العلامة المحدث، قل لي سرحان، قل لي معك مش سرحان، تغفر وإن لم يتب. أنا سهلت عليك المسألة سهولة فوق السهولة. وجيزة تفضل حضرتك عشان تجلس بس. ما أقدرش أقول لك شيء. نعم ده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو أن نهرا من باب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات في يوم وليلة هيبقى من ضرني من شيء؟ شو بقى كل الوسخ والدرن أجلكم الله، هيبقى من ضرني من شيء؟ اسمعوني، في كل ما بين الصلوات عمال يجيب وسخ وضرن، تخيل. طيب هنا النبي إيش قال؟ أيبقي من ضرني من شيء؟ وش قال؟ قال لا يبقى من ضرني من شيء، لا يبقي من ضرني من شيء. قال هكذا خمس صلوات كفارة لما بينهم. حديث الفتن العظيم، أيكم أحفظ الفتن؟ قال أنا. قال إنك لجريء لله أبوك هاته. قال فتنة الرجل في مالي وأهلي تكفر الصلاة والصوم والصدقة. لذلك نحن قلنا الكبيرة إن كان الرجل عنده كبيرة في الحسنات الكبيرة تغمر، لكن لما يعم الله جل في علا ذلك عن أحد وما يراه ما يجعله يرى إلا النجس، يبقى هو إيه؟ فيه نجاس أصلا، لأن دي اسمها جاذبية الأرض. ودي أصلا منبعها، حتى تأتي بها تستنبط بها من الكتاب كما سنبين في الملكة الفقهية كيف تستنبطها من الكتاب. ماشي، دي على الايه على المحك، لكن الأصل الأصيل كله يعمل على
شاكرتي. ولما يجمعهم في الاخره يقول ايش؟ ازواج ازواج وازواجهم ازواج ازواج. فالمساله في هذا الباب عشان في الداخل. وده بقى اللي استنبطه ابن القيم وقال ان من الناس ناس طبائعهم كالخنازير، عندما يرون كل الجميل لا يرونه، ما يرون الا السيء النجاسه. ولان النجس لا يرى الا ايش؟ النجاسه. والطيب لا يرى الا الطيب. وكل يرى بعين نفسه وعين داخله قلبه. في وهذه مساله عظيمه مفارقه في هذا الباب. طيب يرى الطيب، الشيء الطيب قبيح. شوف 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 ابراهيم نام نام وطلع علينا بيقظه ليست بعدها يقظه. قاله من شده نجاسته انه لا يرى الطيب الا قبيحا. يقلبه ده العكس من ذلك بقى، انه بيرى الطيب هذا افضل منه بقى. الطيب اما ان يستر القبيح واما ان ياتي له بوجه فيه مدح فيقول هذا المدح يزيح هذا القبح الذي فيه. يعني عندما ينظر للقبيح لا ينتقص من قدر صاحبه ولا ينزل منه، لكن ينظر فيه فينظر في هذا القبيح افيه مدح، لانه ما فيش تمحيط قبيح. خلي بالك افيه. يقول ولعله كان يقصد كذا فاساء في التصرف. يعني ايش؟ لا ينافق ولا يخطئ، لكن يقول لعله هو صدر جميلا، لاننا لا نعرف عنه الا كل جميل، فلعله اراد جميلا لكنه اساء التصرف، فليحسن التصرف فيصبح الجميل تماما. هذه مفارقات الناس، هذه مفارقات الناس التي تذهب تبين لنا الناس ومعادن الناس، الناس ومعادن الناس. المعذور بجهله يكون جميلا. لو رجل يرى الصحيح صحيحا وهو خطأ، لكن يراه صحيحا والذي أمامه يراه مخطئا، يبقى لابد أن يعامله لو كان صادق النية، مش ما كانش منافق. لو كان صادق النية كيف سيعامل؟ سيعامل كما عامل الشافعي، أنا على صواب وأحتمل الخطأ وغيري يحتمله. هل أفسقه؟ هل أبدعه؟ ها؟ هل أنتقص من قدره؟ هل أهدده؟ هل أقتله؟ ها؟ هنا يظهر المنافق من إيش؟ من الصادق. الصادق طبعا أنا بنافع عن شيء أنا أراه دين، وأنا صادق إن ده دين ممتاز، واللي أمامك أيضا يراه إيه؟ دين. اللي أمامك أنا يتنازل مخطئ، عامله على إنه إيه؟ فاسق فاجر، ها؟ هدده اقتله اعمله، ولا عامله على إنه مسلم أراد خيرا أخطأ؟ ها؟ ما فقط. يبقى ماذا تفعل؟ فند الخطأ واظهره ولومه وبين الدليل على ان ده خطأ ونفر الناس من الخطأ. واما الشخص مالك وماله؟ لما تريد اسقاطه؟ يبقى مع ذلك ان انت ايه؟ في الداخل في شيء؟ في الداخل في شيء؟ الا مبتدع مؤصل للبدعه، يعني ظهرت عداوته للسنه وظهرت عداوته للتوحيد، هذا لا كرامه له. هذا لا كرامه له. نعم. باب لا يشهد على شهادة جور. احنا خدنا كم فائدة؟ خمسة صح؟ في الشعب ثلاثة، في الشعب ثلاثة، في البخاري أربعة، خمسة خمسة رابعة ايش؟ ما زال المعروف في فسحات المديني. ما لم يأتي بكبيرة بالزنا. فشرح كل ده، كان شرح للأخ الذي أراد أن يعرفه أو فتح لنا يعني مصورة كبيرة فيها. الحمد لله. لكن دي الشعب مش البخاري. نعم البخاري الفائده الرابعه، لان جاءت من فتن الا بالعناد. نعم. دي الرابعه. سعة الشريعه الخامسه في البخاري، سعة الشريعه. لم تترك شريده ولا وريده الا بينتها. طيب الشعب بقى كام؟ الثالثه اللي هي ايه؟ الثالثه اللي هي في فسحة المديني. امال ليه الاربعه؟ ليه قلت اربعه؟ طيب ماشي خلاص. انا عارف انتوا دماغكم رايحه خلاص خلاص. المهم كله وتر دلوقتي صحيح؟ بس خلاص. نعم لا كرامة لمن أصل للبدعة ونافح عنها وغير السنة وحاربها.
ومحاربة المبتدع أولى من محاربة الكافر. أولا المبتدع الذي يحارب السنن يعطل الشريعة، محاربته أولى. فضل شيء. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، كتاب الشهادات. قال باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. قال الإمام رحمه الله حدثنا عبدان، عبدان بن خير ولا عبدان من؟ عبدان بن جبلة بن أبي رواد. نعم. قال أخبرنا عبد الله. قال أخبرنا عبد الله. من عبد الله أيضا؟ عبد الله المبارك. هذا رجل مبارك، هذا اللي جمع الله له كل الخير. عبد الله المبارك كان جوادا كريما مجاهدا عالما نبيلا فقيها محدثا. نعم. قال أخبرنا أبو حيان التيمي. لا أعرفه أيضا. من؟ يحيى بن سعيد بن حيان، أبو حيان التيم الكوفي. من الثقات؟ وثق أبو زرع؟ صالح، أبو حاتم قال صالح. توثيق هذا. مسلم قال كوفي من خيار الناس. خلاص ماشي. قال عن النعمان بن بشير. لا عن الشعبي، الشعبي عامل مشرحيل، هو من الثقات الأثبات، بل من خيار التابعين. الشعبي أفضل ما ننقل عنه لطالب العلم يزداد همة عندما قالوا له بلغت ما بلغت، كيف بلغت؟ قال بصبر كصبر الحمار. أين صبر الحمار؟ ما في أي صبر، الإخوة ساعة ويموتون، ساعة ويموتون. بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله. قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال فأراه قال لا تشهدني على جور. وقال أبو حريز عن الشعبي لا أشهد على جور. وفي بعض نسخ أبو حريز عن الشعبي في أول الحديث، في أول الحديث. نعم. لا نقف عند هذا. أولا تعليق أبو حريز هو في نسخة كما قلت في أول باب، وفي الأخرى في آخر الباب. وهو قد أورد المصنف موصولا في باب الهبة. وحديث عمران أخرجه حديث النعمان ابن بشير أخرجه مسلم، فهو متفق عليه. وفي الحديث هنا فيها الإشهاد على الهبة، جواز الإشهاد على الهبة. ولذلك لما وهب لابنه قالت له لا أقبل حتى تشهد على ذلك رسول الله. وفيها تعيين الشاهد، وفيها جواز تعيين الشاهد، ففيها جواز الإشهاد على الهبة. وفيها التصريح بما يستحي منه، أنا وهبت لابني يقول امرأتي راجعتني، قد يستحي الرجل من أن يقول ذلك. لكن كما قلنا كان طابع الأنصار في هذا الباب يغلب النساء في الكلمة على الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك. حتى عمر لما قال له وقال أردت أن أتجاوز بأطراف الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، الله أرضى عنك أجر، زادك الله نبلا، فقال رسول الله إن كنا معاشر المهاجرين نركب نساءنا، فجئنا إلى المدينة وجدنا الكلمة لإخواننا لنساء الأنصار على إخواننا، فابتسم النبي مقرا وليس منكرا في هذا الباب. يعني بيعطي مساحة للمرأة أن يعني تبدي الرأي والمشورة. وأما حديث شاورهن وخلفهن حديث موضوع ليس بصحيح. فقال له بأن أم هذا يعني أبت علي إلا أن أشهدك على 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 الهبة. فهنا فيها استفسار المفتي للمستفتي. ولذلك لا يقال بأن المفتي قد أفتى على ما قيل له وانتهى. لا،
لابد أن نقول المفتي تبرأ ساحته عند الله جل في علاه، ويكون قد أفتى على ما جاءه. نعم نقول له لابد له أن يستفسر حتى يصل إلى الفتوى الكاملة. فقال له ألك ولد؟ يعني لك ولد غيره؟ فقال له نعم. قال نحلت كل ولدك أو كل ولدك نحلت هذا؟ قال لا. قال أشهد على ذلك غيري، أو قال إني لا أشهد على جور. وفي رواية سوء زور. فهنا فيها مسائل ثلاثة. الأولى هنا لما قال له ألك ولد، فيها أن المستفتي المفتي لابد أن يسأل المستفتي حتى تتكامل عنده الصورة، ولأن الفتوى فرع على زول، فرع عن تصور، لابد يكون تصور كاملا، فلابد أن يسأل حتى تبرأ صحته هو عند الله، وبعد كده يقال أنا أمير من سألني، أنا أسير من سألني بعد ما استفسر. فاستفسر ألك غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال لا أشهد على ذلك غيره. الحديث أخذ به الشافعي وغيره، وقالوا بجواز تخصيص العطية لولد، ده الجمهور قالوا ذلك، وإن خصه على الكراهة لا على التحريم. لما؟ قالوا أن النبي قال أشهد على ذلك إيش غير. عجيب جدا هذا. أما أخذوا آخر حديث قال هذا لا أشهد عليه على الجور، وقال لو أتريد أن يكون في البر سواء فلا بد أن تعطيه، وهذا مشكلة. وأيضا في حديث آخر منفصل قال سووا أمر ولا مش أمر هذا؟ وظاهر أمر إيش؟ سووا بين أولادكم في العطية. فمن أخذ به وقال أشهد على ذلك غيري أنه جائز أن يخص، وعدد ذلك بفعل أبي بكر وعمر، قلنا لو ضيقت الأمر دون اتساع لكان حقا. كيف يعني؟ يقول أن تعطي المعوز، أن تخص صاحب الإعواز. فهنا صاحب الإعواز استثنية، لكن على الوتيرة واحدة لا، الجميع لابد من التسوية في العطاء بين الذكر والأنثى على قول الجمهور، ولأن النبي قال سووا بين أولادكم في العطية، وقال أشهد على ذلك غيري إني لا أشهد على جور، ظلم، سماه ظلما فكيف يكون جائزا، وسماه زورا فكيف يكون جائزا. ثم قال له يعني في رواية قال له أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فإذا، وهذا اسمه إيش؟ القياس، وصحة القياس في هذا الباب. قال لا أشهد على جور، أو قال لا تشهدني على جور، وهذا ليس تخصيصا، هذا القيد ليس تخصيصا، ما فيش مفهوم مخالفة هنا، يعني لا تشهدني على جور، لا تشهد غير على جور. طب بأي دليل؟ اسنوي باشا أيها المتصل المنفصل المستثنى بدون النون وبدون إلا وغير، العكبري. ممتاز. شوف خايف بس عمال رايح جاي، يعني رايح جاي. وحقيقة الأمر قال لا تشهدني، قلنا كل ما كان النبي كان الأمة، اختب الأمة لا تخصيص. الأصل يا أيها النبي إذا طلقتم جميعا، نعم. نعم خلاص يبقى يعلم الجاهل، يعلم الجاهل يعلم. لكن العطية وجب أن يسوى في العطية. الفوائد المستمرة تكون بعد الباب. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.